متابعي موقع طنجة والأوفية، عواشركم مبروكة ورمضانكم مبارك سعيد، ومرحبا بكم في أول حلقة من برنامجكم الرمضاني رمضان في الحومة. وأول حومة عمدوا بها برنامج ديالنا هي الحومة بن ديفان. السلام عليكم. لا عمدا بكتير الحافظ الله خير. واش رمضان شحال هادي باقي كيف حال دابا؟ لا كاينه فرق بزاف. شحال اللي تبدل؟ الامور نقصت بزاف، يعني كنشوفوا الدراويش ناقصين بزاف ديال الحاجات، وكاين الناس اللي عندهم وليداتهم وما ما قادرينش كيفاش يعني ما قادرينش كيفاش يوصلوا ميساج لشي واحد باش يتعاون معاهم. كاين الناس اللي ما كترضاش، فهمتي كيفاش؟ يعني كنشوفوا المسؤولين يتكلفوا بهاد الناس هادو والجمعيات ويشوفوا الحق هاد الدراويش مساكن. اش عادكم ورابطوا كاملين اصلا؟ السلام عليكم. خير عربي، كيفاش كدوز اجواء رمضان؟ اجواء رمضان كل واحد والتيمبو ديالو، كي واحد كيفاش كيبغي يمشي له النهار ديالو، واللي كيبغي من مخلق مشاكل ولا شي حاجه هو كي. والانسان رمضان العواشر مبارك كريم، بالعكس الانسان خصو يضحك فيه وينشط فيه، ورمضان كيتسالى سين الانسان ما خصوش يخلق مشاكل، دابيزات يدابز مع بعضو، وهذا الشهر المبارك ديالنا ديال العواشر. وكيف ما كنعرفوا الحلقه كاملين حتى النهار الاخراني ديال رمضان، يعني النهار قبل العيد كتحرك لهم الامور. خليكم معنا نشوفوا الحلقه ديال دابا كيفاش عنده الامور، كيفاش الحركه عنده. خليكم معنا. خي حمزه مزيان؟ الحمد لله مزيان، كلشي مزيان. كيف عامله الحركه في النهار الاول ديال رمضان؟ الحركه النهار الاول اللي في رمضان، اول حاجه كنشكروا قناه ديال الطنجاوي على هذا الالتفاته ديال الحي ديالنا، وجات صور الحي ديالنا وكيفاش كيدوز النهار الاول ديال رمضان. وسينا كيف ما كتشوف ان الخدمه ماشيه بحال دائما، كليان كيجي في الوقت ديالو، الوقت اللي كنعطيوه كيجي باش يحسن فيه، والامور ماشيه الحمد لله. كاين شي رواج؟ كاين طبعا كاين الرواج بحال ايام عاديه، ولكن الرواج كيكون بزاف نهار الليله ديال العيد ما تعطلش. دابا الا بغيت نحسن فوق خصني نجي في الايام العاديه، اجي مرحبا بك في اي ساعه. بطل ولا فلوس؟ مرحبا بك على راس العين. اي واحد بغى يحسن مرحبا به عند حمزه، قال اشهر بطل يا يعني. شنو الفرق بين رمضان شحال هادي ورمضان؟ رمضان شحال هادي كنا كنحسوا به باقي له شهرين ثلاث شهور كتحس بالجو ديالو، دابا ما بقاش هذاك الجو، ودابا تزادت الامور تعقدت كثار. رمضان قبل كان زوين وفيه الفرجه وفيه النشاط، الفرحه كتجي من الاعماق ديال القلب، كان فيه بركة. فيه البركة كما ينبغي، لا في البيع والشراء ولا في التجارة ولا في أي حاجة، حتى في الشارع كيكون مروج. دابا أنت كتشوف إلا شفتي هنايا راه ما كاين حتى واحد كاع، عندك ما كايناش قاحلة. فين قاحلة؟ إلا حنا كنعرفوا الأجواء ديال العيد بمعنى الكلمة ديال الأجواء ديال رمضان، اللي ما عمرو بيع وشراء كيولي بيع وشراء، ولو يحط السومو قدام باب المحل، فهمتي ماندا؟ يحط قرعة السمو ويحتاج السلام عليكم خالتو، السلام عليكم عمو، فهمتي؟ ماشي يعني الأجواء فقدناها. لا فقدناها تماما، والله أعلم كنطلب الله سبحانه وتعالى ما تكونش أكفس من هذه اللي فيها. والحمد لله الأجواء ديال رمضان راه فرق كبير ما بين في واحد الوقت ودابا. شنو اللي تبدل؟ واحد الوقت كنا غير رمضان باقي له سيمانة كذا كتلقى كلشي الناس الحي كامل بالنساب الأطفال كلشي كيتسناو ديك اللحظة. والصغار وكذا واحد الاجواء عائليه، يعني جيران بحال الامهات، هذا ما يعني العائله. اليوم رمضان سبحان الله كل واحد راسي صافي تبدل الجو سبحان الله، ما بقاش ذاك الجو الاجواء اللي كنا كنعرفوه. دابا تشوف هذا تقول ما كاينش رمضان بحال اللي ما كاينش رمضان، فهمتي؟ ومع هاد كورونا مع هاد الشيء هذا مع الجائحه كثار، فهمتي؟ انت كتشوفها كاين شي اجواء، حتى الاجواء ديال رمضان ما كاينش الحمد لله وصافي. شنو اكثر اللي كيتسخروا مع عندك بزاف الناس؟ الخضره؟ لا خضره ما كيديوهاش فيها، كيديوها فروطه فهمتي شي حاجه هايده. سم العواصر، الناس كتكون عطشانه خاصها تشرب العواصر. كيفاش كتبان لك اجواء رمضان النهار الاولاني؟ اجواء رمضان عاديه الخوف بحال اي رمضان، بالغير دابا بهاد جائحه كورونا اسينا كتشوف مزوانا شي في خدمه الخاوه كنترسقوا الله كنجيبوا السلعه كنتحركوا بها اذا مره اخرى. شحال كتبيع دابا هادو الواحد؟ 5 دراهم 7 دراهم، كنتعاونوا مع الدراويش الخاوه اسينا كتشوف، واللي ما عنده شي ربي سهل على الخاوه وربي كبير الخاوه. اللي ما عندوش يجي يتسخر ما عندها. مرحبا بها الخاوه، نطيو سي باترون ديالي هو. المشروع ديالك هذا؟ لا دابا انا ملي كنشب العطله الوالد كيعاونني كنشري هادي كنترزق الله. كتبن المشروع؟ اه. تعلم بيع وشراء؟ اه. كيف كان؟
ها صايم هيدا درايه الحومه كنقول لهم رمضان مبارك وان شاء الله يدخل لهم بصحه وسلامه وطلع عمر الوالدين والله يشافي اي ام واي اب مريض في هذه الاجواء هذه ديال العواشر. وكنشكرك بزاف سي سينا خي ايوب مبروك العواشر والله يعوض على الجميع وعواشركم مبروكه والله ييسر الامور كل واحد ناقصه شي حاجه نطلب الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في رمضان ويزكيهم الخير والبركه والصحه ويدخل عليهم بالصحه والعافيه وطول العمر ونطلب الله سبحانه وتعالى والمحبه اكثر راه المحبه اكثر وخصوصا في رمضان نتمنوا رمضان يدوز بالصحه والعافيه للامه الاسلاميه والمغرب كامل صحيا دريت الحمومه رمضان مبارك لاي واحد الخاوه واللي مبروك العواشر وبيبا دريت الحمومه بيبا وحتى هنايا كتكون النهايه ديال الفيديو المهم خلوني نمشي في حالي قبل ما تاذن عليا المغرب واللي غنقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد وحومه جديده السلام عليكم وحتى هنايا كتكون نهاية ديال الفيديو واول حومه مرحبا بكم في الحلقه الاولى من برنامجكم الرمضاني تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.